معني اخوي فواز البحر، يعطيك الصحة والعافية. الله يخليك، الله يسلمك. كنت احد المعتقلين وتم الافراج عنك. نعم، كلمني عن شنو كان في داخل، شنو نوع الاجراءات اللي اتخذوها معاك ومع زملائك. والله كان في تعاون، يعني كان في بعض الرجال الشرطة، بعض رجال الشرطة كانوا استفزازيين. نعم، شلون استفزازيين؟ يعني بعض الكلمات، بعض عدم التعاون معانا، عاملونا كنا تجار مخدرات، فحاول نوصلهم قضية احنا سجناء رأي. نعم. وبعض القضايا اللي عندنا كيدية. ولكن القيادة العامة للمباحث كانت متعاونة، وصراحة أنا أشكرها أن قدموا معانا وايد أشياء. ولكن أكرر هذا البعض شوهت صورة قيادات الداخلية كلها. وإحنا نطالب ونناشد وزير الداخلية الحالي أيا كان هو أن يغير النظام الداخلية، لأن العالم تغير. عهد السراديب والسجون والمعتقلات والاستفزاز انتهى. الحين عالم حقوق الإنسان، عالم الإنسانيات. تفضل. سمعنا عضو مجلس الأمن الإعلان قاعد يوصل رسالة إلى وزير الداخلية، كلمنا عن هالرسالة. هالرسالة حق وزير الدفاع، حق أخونا نواف. نواف المطيري. رسالة لوزير الدفاع. رسالة لوزير الدفاع أن لا يتم إهانته، وأن يتم الإفراج عنه، وخاصة نواف قبل ما يطلع من الاستخبارات الجيش قدم استقالته. وقال انا ما بيكون خلاص عسكري، فسجنه يعني ما ندري ليش التعسف القانوني فيه، فخلاص هو انسان مدني، فيجري عليه ما يجري على اي مواطن مدني، ما يمشي عليه القانون العسكري. وحتى اذا كان قانون عسكري ما راح يسجن هنا، يسجن بالسجن العسكري، وهذا تضارب وتناقض في التعسف القانوني اللي صار مع اخونا نواف. صحيح. زين، انا سمعت ان اخوان المعتقلين اللي داخل ان تم الاضراب عن الطعام وهذه الامور. نعم، ونتكلم ايضا عن الوضع الصحي اللي هم ممارين فيه في الوقت الحالي. والله يعني انا اول طحت مساء يوم الاحد قبل افراجي، والربع واحد ورا ثاني طاح، لان الاضراب على الطعام كانت فكرته ان مو قاعد حققوا معنا يوم واحد بالنيابه، ورا الايام ما قاعد يسوون لنا شيء. فيعني يا تحقق معاي، يا توريني الادله، يا سين يا جيم، يا انك تفرج عني، وما سووا لنا كذي. فوصلنا لهم رساله على الاضراب عن الطعام. نعم. وضع الصحي لاخواننا المعتقلين في الوقت الحالي؟ والله اعتقد محكوم. يعني تواصل بينك وبينهم؟ اي والله العكس، نفسيتهم عاليه. نعم. ولا كانهم مضروبين عن طعام. نعم. والنفسيه عاليه 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 عاليه، لانه يدرون على حق. واذا كنت انسان صاحب حق فتدري انك انت خلاص ما تطيح عزيمتك، ما تهبط عزيمتك. نعم. زين فواز، شنو امالك في الحكومه الجديده؟ الحمد لله بلشت في خبر اليوم سمعته، وان شاء الله يكون اكيد، ان تم القبض على 15 قبيض وحالتهم للنيابه، ويتعاملون مثل ما عاملونا، يتعاملون مثل ما يعاملونا، سجن يقعدون بالسجن، ما يروحون بيوتهم، تشيل عنهم الحصانه يوديهم سجن. ومن اي لك هذا؟ هذه فلوسنا، هاي فلوس مال عام، من وين لك؟ كل هذا علشان قاطر شخص واحد، والحمد لله انه راح. الله يسلم. زين، تأمل خير في الحكومة الجديدة؟ إن شاء الله تأمل فيها خير إذا آمنت بالإصلاحات السياسية. العافية، وكل الشكر لك، يعطيك صحة. الله يعافيك، الله يخليك، إن شاء الله، مع السلامة.